السلام عليكم خوتي المغاربة اللي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كنت عايشة بحالي بحال أي مرأة مزوجة وعندها وليداتها وفي دارها. كتبي خير، ما عمري كنت كنتخيل راسي بأنني أنا غنطيح في الموقف، وشي نهار غنخرج نسعى ولا نخرج نخدم ندير ميناج عند شي حد ولا نحتاج لأي حاجة. ما عمري كراجلي صراحة ما كانش خدام شي خدمة، مي كان ما عندناش ما خاصناش. كنت بخير ما بين الليلة ونهار، ستراسي في غابة ما كتخرجش، ما عارفة لا فين نمشي ولا فين نجي، لا خولي تكي عليه الراس، لا خط، لا بو الحنين، لا والو. في كنحس براسي صافي بصح وقفت مني ما تراجلي ووقفت. واحد كان بارك ما مريتش، ما دار حتى شي حاجة، تعشى معاك ما كاينه حتى حاجه، ضل خدام مشى للمارشي تقدا بخير وعلى خير. تعشينا ثلاثه الليل، السيد كيتوقف ما فراسنا في كورونا، ما في حتى شي حاجه، كنمشي وكيقول لك مات فيه كورونا، ديتو باش نجيبو معايا، ديتو خليتو جيت عند وليداتي. ظلام جوج مرات وانا كنحاول ننتحر، جوج الخطرات ضربت يدي، قطعت العروق والعصبة حيت ما قدرتش على المسؤولية، وداني صغيرة بزاف 13 عام ما كنعرف والو. حاولت ننتحر المرة الأولى، حاولت ننتحر المرة الثانية في دخول المدرسة، ما عرفتش نجيب الكتوبة، واش نخلص الكرا، واش نخلص الضو، واش نخلص الماء، واش نجيب لولادي ما ياكلوا، ليك واش الحليب. داقت بيا، وليت كنقول انا ام ماشي صالحة لتا شي حاجة. حاولت ننتحر، عتقوني ثاني الجيران، وليت كنقول كل ما كانش معايا ولدي اللي يخرج يدق على الناس، كل ما كانش نهي حياتي يقدروا يعيشوا في الخير يحسن مني انايا، حيت شحال من حاجه باغينا مسكر ما لاقينش ليها الجد. بعت الفراش، بعت كل شيء، وباغا ندير غير فراشه في الزنقه غير البيجامات، ما لاقياش الجد صافي، ما عنديش تلفازه لا اللي تستافدي منه، ما كاينش. العيد هو الاخر ما عيطش بحالي بحال الناس، عيطت مع جيراني الله يجازيكم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين، عيطت معاهم، ولو ديك الفرحه ماشي هي ديك الفرحه، مي الحمد لله ولادي تلفوا ليا شويه، داز النهار. دابا راك عارف الخدمه حابسه، الميناج حابس، كتخدمي مره في السيمانه ديك 100 درهم، اش غدير لك في السيمانه؟ اش غتجمعي الكرا تجمع عليا ديال العيد؟ الضول ما ربعت الوراق، التقديه ما بقى عندي والو، حبست وقفت كندور غير في عيني، ما عرفتش شنو غندير ولا ما غنديرش. بان ليا باب واحد اللي ندق هو هذا، ومريضه يلا خارجه من السبيطار تبوش عليا، عرق في القلب، تراتمو ديال الدوايات، البراوات اللي كان دوق، اي حاجه ولات كتعصبني، اي حاجه ولات كنولي الجف، النعاس ما بقيتش كنشوفو. الحل الوحيد اللي بان عندي قصدتكم، والمقصود الله سبحانه وتعالى، الا بغيتو تحنوا فيا انا اختكم، بغيتو تحنوا فيا انا جيت بين يديكم، عاونوني باللي قسم الله طرشه وزايده فيا انا في الظروف اللي انا غادا فيها. الله يجازيهم بخير، وكنترجاهم كنترجاهم، وانا مزاوقه فيهم ونبوس لهم على رجليهم، هادي اللي غيعاوني نبوس له على رجلي، حيت راه كنشوف راسي وصلت للدرجه الاخرى ديال الزنقه، غنتشرد انا ووليداتي صافي، ما بقاش عندي شي امل اخر، شي حاجه زعما نزطط بها راسي. هاد الايامات صافي وقفت تعب بصح، مول الحانوت شي غوت كري غوت، ضو المال حيدوا ليا، كيحيدوا ليا جوج الخطرات هذاك القرص الحجره من المكانو، كنعاود نمشي نشريها انا بخمسة دراهم، وكنعاود نردها، وكيهزوها ليا وكيقولوا لي راه عليك الخطيه بحال هكا، راه ما خصكش. ومازال كنقول مازال بزاف، هادشي غير شويه مي بزاف. شنو هي بنتك وصلت بك الدرجه كتقطعي ميكا وديريها خروق وديري ليها زويفه وديري عليها، راه صافي راه كتحسي براسك بصح وصلتي للاخر. ليكوش قدر كاع لا كان عندي ليكوش، نكيسالي لي ديك الكوشه ديال النهار، كنحيد من هذاك القطن اللي عمر، وكنعاود ندير فيها زيف ونعاود نزكيها بالسكوتش باش ما باش هذاك الشيء نخليه الليل.
انا خوتي المغاربه، والله يرحم لكم الوالدين، انا مزوقه فيكم ومزوقه لكم في التراب اللي كتمشيو عليه. حنوا فيا، راه كنقسم لكم بلا اله الا الله محمد رسول الله، حيت اش راه كنشوف راسي وصلت للتشرد، وصلت للفينال، وصلت للاخر، صافي ما بقاش عندي فين نزيد. 07 00 26 27 72.